سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح، ان شاء الله تكونوا كاع بخير، ان شاء الله تكونوا دوزتوا نهار شباب. صحه عيدكم، كل عام وانتم بخير، تعيدوا بصحه ولهنا ان شاء الله، في حياتكم وفي حياه والديكم، ينعاد علينا بالصحه ولهنا. ان شاء الله تكونوا دوزتوا العيد بيان. ومرحبا بكم في فيديو جديد، وفي فيديو اليوم ان شاء الله حنشارك معكم يوم تاعي تاع العيد كيفاش راح نجوزوا. حنشارك معكم يومي بكل عفويه، ما حش نزيد عليها. دونك واش راح نشارك معكم اليوم هو واش درت نهار العيد. دونك نط صباح صليت ومن بعد تقهويت، ودوكا راح نوريكم كلش في مقاطع الفيديو. دونك ان شاء الله تكونوا عيتو بيان. على بالي بلي توحشتوني، عندي بزاف ما بنت وعندي بزاف مانيش ندير لي فيديو. دونك تبعوا لا فيديو تعرفوا السبب علاش. دونك السبب الاولى انه كنت مشغوله شويه بالقرايه، ما كنتش قادره نفرق بين القرايه واليوتيوب. العام اللي فات هو كان عام الاول في الجامعه، دونك سي بور سا ما كنتش قادره نفرق بين القرايه واليوتيوب. دونك العام الجاي ان شاء الله راح يكون احسن واحسن، وراح نعاود نولي اليوتيوب كيما خير مما كنت مقبل. والسبب الثاني هو انه ما كانش عندي بي سي باش نخدم لي فيديو، يعني باش ندير مونتاج. دونك سكيفي حتى شريت بي سي هذا الصيف ان شاء الله، وراح نولي ندير لكم لي فيديو كيما مقبل وخير ان شاء الله يا ربي، ربي يقدرني. دونك الى عندكم اي فكره تاع فيديوهات راكم حابين تشوفوها كتبوها لي تحت برك في لي كومونتير، وانا احل لكم خاطركم. دونك انا هذا نفطرت وراح نوريكم كامل فطوري واش درت اكسيتيرا. دونك راح تشوفوا كلش في لافا نتاع لا فيديو. دونك كيما راكم تشوفوا مازال ما ماكييت، مازال ما لبش، قلت حتى مور الظهر نصلي ماكي في غرضي ونلبس بيان باش نتصور باش نحطها في انستغرام. باي ذا واي اذا ما كنتش متابعيني في انستغرام نخليو لكم هنايا، روحوا تابعوني تما كيما نكونش اكتيف في اليوتيوب، راني نشارك معكم لي ستوري لي بون بلان لي كونساي اي تو. دونك فوالا، على بالكم تلمو عندي بزاف ما صورتش، مي شغل مازالت عندي هذيك الرغبه تاع التصوير. شغل ميم نبدا نهضر ما تلفليش الهضره، على بالكم انا حاجه تعجبني في روحي شغل كي نكون نصور في لي فلوغ ما نعيش كامل فيهم، نهضر هكا سبونطاني وجو ما تلفليش الهضره بزاف. المهم كيما قلت لكم حنشارك معكم اليوم نهار تاع عيد كيفاش يجوز. المهم حنشارك معكم الفطور اللبسه المكياج وكلش كلش كلش في هذا لا فيديو. كيما قلت لكم اذا عندكم اي اقتراح اكتبوه لي لتحت في لي كومونتير، وانا حل بكم الرغبات. وبيان سور لكم حبي الانستغرام تاعي نخلي لكم هنا وتاني في صندوق الوصف. لما نطول عليكم جاست كيب واتشينغ باش تشوفوا كامل لي ديتاي وما تراطي والو، كملوا لا فيديو حتى الاخر ان شاء الله تعجبكم. بيان سور لي زونكوراجمون تاعكم فريمون 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 يحفزوني اني نواصل في الفيديوهات. اذا حبيتوا تشجعوني ما تنساوش تخلوا لي لايك كومونتير فيه رايكم، واذا حبيتوا ثاني ديروا سبسكرايب لماي يوتيوب شانل هكا باش تشوفوا كل جديد. سو حبيت برك نوري لكم هكا الفيت في البي سي اللي شريته. فوالا هاوليك شريت ان اتش بي، فوالا اتش بي لايت بوك، فوالا صبر نفتحو نوريه لكم. فوالا البي سي ديالي وشويه مغبر، هذا ما كان هاوليك شريته الحمد لله يا ربي بعد تعب وبعد صبر هاني نلت وشريت بي سي. راح نولي ان شاء الله اليوتيوب ونحط لكم لي فيديو كوم دابيتود وخير، يعني ان شاء الله نديفلوبي من روحي ونطور من جوده الفيديوهات ديالي ومن النوعيه تاع الفيديوهات اللي نقدمهم. فوالا ما تنساوش تباركوا لي تحت. شو شحال قبيح ياري. البنات انا دوكا نروح ندير ملفوف، هي كبده بالشحم، دوك نوريكم الطريقه ديالها. كنت ديجا شاركتها معكم في لاشين يوتيوب ديالي العام اللي فات، وهاد العام ثاني راح نديرها باسكو انا الكبده ما ناكلهاش في الدواره، ناكلها مشويه. دونك هذه الوصفه تاع الملفوف نورمالمون يديروها سوغ الجي، لي زالجير وهما اللي يديروها، وانا نموت عليها. الكبده مشويه بالشحم وشويه هكا خضره شويه طرشي شويه فلفل تجي فريمون شابه. دونك نروحو نوجدوها كيف كيف. Thank you.
مبروك عيدنا وفرحنا مبروك عيدنا وفرحنا وعم على حباب جمعنا على حباب جمعنا إن شاء الله. وعلى البنات هانا وشترنا وبكنا حنديروا ملفوف برك كبداو بشحم ان فات كونت درنا كلش باسكو ماما كانت حابه هكا دونك درنا هكا كلش كلش اون ميم طون درنا الريا وما على بعيش المهم حنا شويه 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 مي لا بلوبار درت الكبده باسكو انا نبغي الكبده شهيره درت لها ثاني الكبده باسكو هي ثاني تحب الكبده دونك فوالا خلطتهم وراح نستعمل طريقه تاع الشواء تاع ام والي تاع الكرافي ونشوف كيفاش تخرج دونك البارح قلينا فيها الكوتليت جات هايله نهار صنع عرفه جات هايله هذيك الطريقه وقلات وشواتنا تري تري بيان البنات انا رقدت شويه وضربني الريح البارح باسكو دوشت وخرجت شويه الحبل باش نشرح حوايجي دونك ضربني الريح كما قلت لكم البارح كاع ما رقدتش في الليل رقدت واحد زوج سوايع سكيفي رقدت الصباح من الزوج حتى 6 تاع العشيه هذا وين نط حتى ونص راني بديت الماكي ايماجيني وراني راطر الناس كاع جات ضياف شافوني بلا ماكياج بلا لبسه بلا والو كنت راقده اصلا ما تلاقيت حتى واحد المهم دوك نروح الماكي وحنوريكم الميكاب ديالي ولوك فينال حندير ميكاب تري 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 صاب داير ماحش ندير فوندو تا كيما قلت لكم باسكو راني نداوي عند درماتولوج على وجهي سكيفي ماحش ندير فوندو تا حندير الماكي غير عينيه ونخدم غير حواجبي وندير غير روج على وشويه برونزر هكا وحنلبس الجلابه ديالي وحنوريكم لوك تاعي فينال في نهايه الفيديو اذا لم نطولوا في الهضره نبدا الماكياج تاعي ومن بعد نوريكم لوك فينال هاني جيت ماكييت ولبست الجلابه كما قلت لكم ماكييت تري 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 سامبل درت برك عينيه وما درتش بزاف فونديشن ودرت ان ليبستيك روج باسكو يمشي بزاف مع النوار كما قلت لكم شريت جلابه فوالا راني لبستها اختنت الفرصه ولبستها باش نتصور بها فوالا الجلابه كيفاه جايه جايه تري سامبل ستيل جو بونس كو ستيل تاع الهند ولا جو سي با الهند هما اللي لبسوا هكا بون لقيتها هكا عجبتني اثيرتني كيفاش جاي الموتيف ديالها نحب انا توسكي تراديسيونيل هكا دي هكا طراس كيما هكا جادور ونبغيهم وحاجه تكون عريضه هكا كونفورتابل تلبسها في لي زوكازيون الاعياد هكا المناسبات دونك فوالا دوك نشوف شكون يصورني برا ونصورها الكومبليت جايه ثاني مطروزه من التحت ومشلوقه دونك ولا سينوريها لكم في المرايا كيما قلت لكم قولوا لي عجبكم الميكاب ديالي هو بزاف سامبل او حبيت نفسي اوه فوالا درت خيمار نوار كنت راح ندير معها خيمار بيج باسكو هي فيها لي تري اون فير و دوري مي درت لها نوار دونك درت روج على روج فوالا يا بنات الجزائر يا بنات الجزائر يا بنات الجزائر يا اللي خليتو فكري حاير يا بنات الجزائر يا اللي خليتو فكري حاير